أستاذ خالد، نختتم معك جولتنا من صحيفة الصحافة والتي نقرأ منها اليوم. الحكومة تطرح 119 مربع تعدين للشركات البريطانية. أعلن المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية دكتور محمد أبو فاطمة طرح أكثر من 119 مربع للمعادن المختلفة على الشركات البريطانية، 74 منها للتنقيب عن الذهب والباقي للمعادن المختلفة مثل النحاس، العناصر الأرضية النادرة، العناصر المشعة. وأكد أبو فاطمة أن وفد البلاد الذي شارك في الملتقى الاقتصادي للاستثمار والتجارة والصناعة الذي جرى بتنسيق مع سفارة السودان بلندن بين حكومتي السودان وبريطانيا الأسبوع الماضي أكد مشاركة أكثر من 120 شركة بريطانية، وأشار إلى طرحهم اتفاقية خاصة للمعادن الاستراتيجية كالحديد والكروم والألمونيوم والمعادن الزراعية التي تستخدم في صناعة الأسمدة. أستاذ خالد، يعني وزير الاستثمار الأسبوع الماضي شبه وزارته بشباك الذي يمنح التصاديق، هل توجد هناك حاجة لتوسيع صلاحيات الوزارة لمعالجة المعوقات التي تعترض عملية الاستثمارية في السودان بشكل عام؟ أنا أفتكر كل المشاكل يعني بتعترض الاستثمار هي ما مرتبطة بالوزارة، هي أكبر من الوزارة، هي مرتبطة بالسياسة العامة بتاعة الدولة، مرتبطة بالبيروقراطية في إدارة الخدمة المدنية وإدارة الدولة، ومرتبطة بالتضارب بتاعة السياسات والقوانين ما بين المركز والولايات. يعني تمنح أرض في ولاية من المركز، تكتشف أن هناك في قوانين مختلفة، في رسوم تاني مختلفة، ده شغل بتاع دولة كاملة، إنه تقعد تراجع القوانين، تراجع العوائق على الأرض، تراجع المشاكل. الشيء الثاني، داب وزير الاستثمار، وهو ما مجرد وزير الاستثمار، سيد مبارك الفاضل هو رئيس القطاع الاقتصادي في مجلس الوزراء، فبالتالي كل الوزراء في مجال الاقتصادي هم تحت إمرته، مفروض بدل ما يجأر باستمرار بالشكوى يحاول ينسق ويحل المشاكل، لأنه ما مجرد وزير، هنا رئيس الوزراء مسؤول عن القطاع الاقتصادي في كل الدولة، فدوره يعمل تنسيق وحل المشاكل في المقام الأول، لأنه الحديث المتكرر عن الأزمات ده بيدي انطباع بأنه ما قادر، لابد يطرح حلول، لأنه ده دوره في المقام الأول طرح حلول أكثر من الشكية يعني، ويعمل مقترحات لمزيد من التنسيق بين أجهزة الدولة لحل التضاربات. ودي ده الجانب الأول. تاني في جوانب مرتبطة بأنه تخلي المناخ جاذب أكثر للاستثمار، مرتبط بالسياسات المالية بتاعت بنك السودان، بتاعت وزارة السياسات الاقتصادية، بتاعت وزارة المالية، خصوصا توحيد سعر الصرف، لأنه ما بيجي استثمر في بلد فيها عدد من أسعار الصرف وعدم قدرة على تطلع قروشك، فيها مشاكل في التحويلات حتى الآن، وفي يعني ما في وضوح في السياسات المالية والاقتصادية. فدي قضايا لابد أن تحل، ودي دائرة تنسيق أكبر من كل أجهزة الدولة، والسيد وزير الاستثمار دوره أكبر لأنه هو نائب رئيس القطاع الاقتصادي وتحت إشراف وزارة المالية كل الوزارات الاقتصادية. أستاذ خالد من صحيفة الصحافة، وصلنا معك إلى ختام جولتنا اليوم التحليلية، شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ خالد عبد العزيز، شكرا جزيلا لك. شكرا لك راشد، وشكرا لقناة السودانية 24، وشكرا للمشاهدين الكرام.